أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً بالإخلاء لسكان بيت لاهيا عبر مكبرات صوت بمسيرات الكواد كابتر، وذلك تمهيداً لقصفها. أنا كنت أنا أدم أشيل الدنيا واللي فيها، مش قادر لا أحمل إشي ولا رجل أصار من قطعات. الحمد لله رب العالمين. الشيء صار هجرونا من المنطقة اللي احنا فيها. احنا منطقة مشروع بتلاقي. قصفوا علينا وطلعنا. لا دايف تضرب علينا طول الليل ما نيموناش وصبحوا رموا علينا مناشير يما. صبحوا رموا مناشير علينا يما. خش علينا اليهود هد الدار ورهنا واجي انا اللي صار شهرين اولادي في الجنوب وانا لحالي وانا بولع نار وبطبخ هجموا علينا هد الدار يا بنيه وضربونا بالدخانيه. Thank you.